لا يزال مسلسل من شارع الهرم إلى يأخذ حيزاً كبيراً من اهتمام الجمهور العربي عموماً والخليجي خصوصاً. وفي السياق تم تسريب نهاية المسلسل الشهير، حيث انتشر عبر الصفحات المهتمة بالأخبار الفنية أن مسلسل من شارع الهرم إلى مستوحى من قصة امرأة الدمام الشهيرة، والتي كانت تعمل في إحدى المستشفيات وتأخذ من مكان عملها المولودون الذكور دون علم أهلهم وتنسبهم لها على أساس أنهم أولادها. وأشارت الصفحات أيضا إلى أن شخصية عبلة التي تجسدها الفنانة هدى حسين مستوحاة من قصة امرأة الدمام، حيث أن أولاد عبلة الستة سيتضح بالنهاية أنهم ليسوا أولادها الحقيقيين، وأنها قامت بأخذهم وتربيتهم على أساس أنها والدتهم. وقد تفاعل المتابعون مع هذا الموضوع، حيث جاء من بين التعليقات التالي: والله يا بختهم، ربتهم وصاروا دكاترة وتصرف عليهم وعلى عيالهم. حسيت إنها محتجزتهم من صارت تكح دم لأن ما طلبت من أولادها تبرع، هو أسهل التبرعات الكبد أكيد في سرب الموضوع. فيما أشار البعض الآخر بالتالي: عمل منحط في تسهيل للخيانات، خيب أملي في هدى حسين، يا رب لا تجعل الدنيا أكبر همنا واغفر لنا واجعلنا ممن اغتنم رمضان بالأعمال الصالحة وارزقنا حسن استشعار وجودك وخشيتك يا كريم. وفي تصريحات صحفية مع الإعلامي علي العجمي، قالت فاطمة العبدالله منتقدة مسلسل من شارع الهرم إلى: المجتمع الكويتي كله انتفض ضد المسلسل وعارضه، القضايا والمواضيع المطروحة في المسلسل كالرجل الناعم والذي يفتقد الغيرة غير موجودة بالصورة التي تم عرضها فيها. اللي بالمسلسل مو المجتمع الكويتي، وكل المجتمع الكويتي معارض هذا المسلسل، هذا يمثل أفكار الكاتبة. وأضافت لعبدالله معلقة على أحداث المسلسل الذي يشارك في موسم رمضان 2022: المسلسل ما يمثل المجتمع الكويتي، هذه أفكار الكاتبة، لكن ما يمثل المجتمع الكويتي أبدا، مجتمعنا ليس بهذا الفحش، في استثناءات وحالات شاذة في كل مجتمع، لكن مو بهالشكل. أنا بنت البلد وكويتية قح وأعرف بلدي جيدا، هذا مو المجتمع الكويتي آسفة. يذكر أن مسلسل من شارع الهرم إلى تسبب في حالة واسعة من الجدل، وصلت إلى حد مطالبات بإيقافه واتهامات بالإساءة للمجتمع الكويتي. وبعد الهجوم الذي شنه البعض، أعلن وكيل وزارة الإعلام الكويتية سعود الخالدي أن وزارة الإعلام ستتخذ الإجراءات لمحاسبة كل من شارك في العمل من موظفي الوزارة من دون إذن رسمي، مشددا على أن وزارة الإعلام حريصة كل الحرص على إظهار الصورة المشرفة للمجتمع الكويتي ورفض أي عمل من شأنه الإساءة إليه.